9/3/2012 في جمعية مليونية الجيش الحر، قام جيش بشار الأسد وشبيحته باقتحام قرية اللج في إدلب التابعة لبلدة محنبل، وأحدثوا فيها الخراب والدمار وقاموا بتخريب البيوت وخربوا أكثر من 10 بيوت وقاموا بحرقها وسرق ممتلكاتها، وقاموا بتخريب المحلات التجارية وسرق ممتلكاتها أيضا، قاموا بتخريبها بشكل كامل شيء لا يوصف، وقاموا بحرق الدراجات النارية وحرق الآليات، وحتى الحيوانات لم تسلم منهم، قاموا بقتل الحيوانات وقاموا باعتقال 7 أشخاص من هذه القرية، وأسماؤهم عبد الرزاق عادل السعيد، صالح عادل السعيد، صبحي عادل السعيد، فجر صبحي السعيد، ياسين صبحي السعيد، باسل أحمد علوش، عيسى أحمد العلوش، وقاموا بقتل 3 أشخاص من جبل الزاوية من قرية عين لاروز، ولكن لا أعرف أسماؤهم لأنها لم تصلني حتى الآن، وخربوا بشكل عام في هذه القرية.